بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وإطلالة إخبارية جديدة هنا من قناة النادي الأهلي ونشرتنا الرياضية لمتابعة كل ما هو جديد داخل النادي الأهلي وقطاعات النادي الرياضية، وأيضا متابعة أخبار المحلية والأخبار العالمية في ظل موقف انتقالات صيفية ساخن جدا في الدوريات الأوروبية استئنافا وقبل إن شاء الله انطلاق الموسم الرياضي في أوروبا في شهر أغسطس القادم. يمكن بالطبع النهارده عندنا اخبار كتيره جدا بتتكلم عن الاحداث الرياضيه داخل النادي الاهلي وفريق كره القدم اللي بيستأنف تدريباته بعد المباراه الوديه بالامس اللي خاضها امام فريق الجونه وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. خلال الساعات القادمه الاهلي خلاص بيستعد من خلال العديد من التدريبات لاستئناف المشوار ومباراه العوده امام تاونشيب باذن الله في الجوله الرابعه من مباريات البطوله الافريقيه. لكن في الأخبار اللي عندنا النهاردة يمكن أبرز الأخبار والخبر الذي أعلن ظهر اليوم، النادي الأهلي يشكر وزير الداخلية لطلب النادي. على موقفه الإنساني واستجابته لطلب النادي بخروج المشجع أحمد صبرة المحبوس على ذمة أحداث مباراة الأهلي ومنانا الجابوني، وذلك للمشاركة في تشييع جنازة والده الذي وافته المنية أمس الخميس. وجاء نص بيان مجلس إدارة النادي على النحو التالي: وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر لوزارة الداخلية والسيد الوزير محمود توفيق وزير الداخلية على موقفه الإنساني واستجابته الفورية لطلب النادي الأهلي بخروج المشجع أحمد صبرة المحبوس على ذمة قضية أحداث الشغف في مباراة منانا الجابوني لحضور جنازة والده. وكانت إدارة النادي قد تلقت اتصالات من زملاء أحمد للتدخل لدى الجهات المسؤولة من أجل تحقيق هذه الأمنية، وعلى الفور وجه مجلس الإدارة الشؤون القانونية بالنادي إلى مقر مصلحة السجون بالقاهرة مساء أمس الخميس لتقديم طلب بهذا المعنى طبقا للإجراءات القانونية. كما تم التواصل مع مكتب السيد وزير الداخلية وقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، وبعرض الأمر على السيد الوزير محمود توفيق وافق سيادته على الفور فجر الجمعة على خروج أحمد صبرة لحضور صلاة الجنازة وتشييع والده إلى مثواه الأخير، ونسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته. والنادي الأهلي إذ يتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية على موقفه الإنساني والنبيل وجميع المسؤولين بالوزارة، فإنه يتمنى التوفيق والسداد لرجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان لمصرنا الغالية. كان ذلك هو البيان والخبر الأبرز في اليوم الجمعة من خلال إدارة النادي الأهلي التي وجهت الشكر للسيد وزير الداخلية على استجابته لطلب النادي بخروج أحد مشجعي النادي أحمد صبرة والمشجع الذي كان محبوسا على ذمة قضايا أحداث الشغب في مباراة منانا الجابوني. بالطبع يعني نتمنى طبعا الصبر لأحمد صبرة على فقدان والده، لكن إن شاء الله يعني خلال الفترة القادمة تنتهي هذه القضية على خير ويخرج كل المشجعين الذين طبعا كانت هذه المباراة السبب الرئيسي في يعني تأخر مسألة عودة النشاط الرياضي وعودة الجماهير لمباريات كرة القدم. وفي نفس الوقت عمر ما كرة القدم ولا الرياضة بتكون سبب طبعا أن يكون الناس أو صلة الرحم عن الناس كلها على بعضها بتبقى بعيدة عن بعض، يعني بالطبع يعني هذا الملف تحديدا كرة القدم والرياضة، يعني إن شاء الله الفترة القادمة يكون هذا الملف يتم حسمه بشكل كبير جدا وتنتهي هذه الأزمات اللي بتحصل في ملاعبنا الرياضية. طيب كرة القدم، والنهاردة فريق النادي الأهلي استأنف تدريباته للمرحلة القادمة، عندنا مباراة مهمة جدا مع تاون شيب بطل بوتسوانا بإذن الله في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا. هذه المباراة إن شاء الله من المقرر إقامتها في السادسة من مساء يوم 28 يوليو الجاري في العاصمة البتسوانية جبروني، مباراة مهمة جدا لا تقبل القسم على سنين ولا بد من الفوز بالثلاث نقاط لاستكمال المشوار والتواجد في منافسة هذه المجموعة مع الترجي التونسي. يمكن صباحا الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون كان وجه الجهاز المعاون على إجراء تدريبات استشفائية لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بالأمس في مباراة الجونة الودية والتي انتهت بالتعادل السلبي، وبالتالي كل اللاعبين الذين أدوا تدريباتهم وشاركوا في مباراة الأمس الودية أمام الجونة فضل الجهاز أنه يعطيهم راحة سلبية من مران اليوم. هؤلاء اللاعبين بالطبع شريف إكرامي ومحمد نجيب ومحمد هاني وأيمن أشرف وأكرم توفيق ومحمد شريف وصبي رحيل، تدريبات خفيفة عندهم كانت مباراة طبعا بالأمس، فبالتالي خلال الأيام القادمة ينتظم بقى الفريق بالكامل استعدادا للمراحل النهائية والختام قبل السفر إن شاء الله مساء يوم الاثنين إلى العاصمة البتسوانية جبروني لمواجهة تاونشيب يوم 28 يوليو الجاري.
الخبر الثاني متعلق بأكرم توفيق. أكرم توفيق الحمد لله الجهاز الطبي اطمأن على حالة اللاعب وشارك في التدريبات اليوم. يمكن بالأمس كانت هناك إصابة تعرض لها أكرم توفيق في الثواني الأخيرة من مباراة الأهلي والجونة الودية، والحمد لله ما كانتش إصابة بالغة، كانت إصابة خفيفة جدا يعني كدمة في مشط القدم. يمكن دكتور خالد محمود بالأمس اطمأننا منه على حالة اللاعب وقال إنه هيتمرن في اليوم التالي صباحا. نتيجة طبعا الإصابة خفيفة، لكن الكل يعني شعر بالقلق نتيجة خروج أكرم في الثواني الأخيرة من المباراة، لعل يعني كانت الإصابة كبيرة، لكن الحمد لله الجهاز الطبي اطمأن على حالة اللاعب وشارك في مران اليوم مع مجموعة اللاعبين طبعا التدريب الاستشفائي الذين شاركوا في مباراة الجونة. تدريبات النهاردة دي تدريبات حصرية من ملعب مختار التتش بالجزيرة، شايفين طبعا كارتيرون مع سليف كوليبالي النصايح بقى والاستعداد للمرحلة القادمة، ومحتاج بالتأكيد فترة انه يدخل ينسجم مع الفريق في المباريات الحالية، لكن بداية موفقة ليه ان بدأ مع الاهلي على طول في اول مباراة رسمية ليه بعد انضمامه بأيام قليلة وانضم للقائمة الافريقية وشارك في مباراة تاونشيب بالشوط الاول والشوط الثاني وظهر بشكل جيد بجوار سعد سمير. ايضا على هامش مران اليوم كان هناك تدريبات تاهيليه لاحمد فتحي ومروان محسن، وصلاح محسن كان بيأدي جلسه في الجيم. ثنائي احمد فتحي ومروان محسن لاعبي الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي لم يشارك، يعني احمد فتحي لم يشارك في مباراه الجونه الامس الوديه، لكن مروان محسن كان شارك في الشوط الاول بالكامل، لكن من خلال التأهيل البدني والاستعداد للمرحلة القادمة فضل الجهاز الفني ان الثنائي يخضع لتدريبات تأهيلية في الجيم وما يكونش في مران بدني قوي في أرضية الملعب. لكن على الجانب الآخر صلاح محسن اكتفى بأداء جلسة تأهيل في الجيم على هامش المران صباح اليوم، وصلاح بالأمس شارك في الشوط الثاني كاملا لكن لم يحالفه التوفيق في مباراة الأمس سواء هو أو مروان محسن في إحراز أي أهداف، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. وفكرة ان الجهاز الفني بيدفع بالعديد من اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ في اللعب بشكل اساسي في مباراه تاونشيب ان يكون في جاهزيه لكل اللاعبين وكل العناصر تكون جاهزه في المرحله القادمه، ان خلاص بتلعب مباراه رسميه وبعدها على طول بيوم بتلعب مباراه وديه عشان تحضر كل اللعيبه لانطلاقه الموسم القادم. خبر اخر وخبر يعتبر جيد بالنسبه لكل المهتمين بشان فريق الكره، حسام عاشور ووليد سليمان الحمد لله النهارده شاركوا في التدريبات الجماعيه صباحا. بالطبع كلنا تابعنا مباراة الأهلي وتاونشيب وحجم الخشونة والإصابات اللي تعرض لها عدد من اللاعبين والكدمات القوية، وكان أبرزهم حسام عاشور ووليد سليمان، لكن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود يعني أكد إن الاثنين الحمد لله يعني ما عندهمش أي إصابة قوية وإصابات خفيفة، الكدمة ما بتستغرق حوالي 48 ساعة. يوم السبت ان شاء الله هيكونوا جاهزين وينزلوا للتدريبات الجماعيه. سليمان كان عنده كدمه في عصبه الساق، لكن عاشور كان عنده كدمه في الركبه، والحمد لله الاثنين امتثلوا للشفاء، وبالامس كان في تدريب استشفائي للاثنين لان هم الاثنين كانوا طبعا خارج مباراه الجونه الوديه. على هامش المران اليوم علي معلول، يمكن علي معلول طبعا من اللعيبه المميزه في قياده الجبهه اليسرى لفريق النادي الاهلي والعناصر اللي الجهاز الفني بيعتمد عليها بشكل كبير جدا في المباريات الافريقيه القادمه. وبمشاركة علي معلول أصبح الجهاز الفني عنده خيارات عديدة في تواجد بديل كصبر رحيل والدفع بأيمن أشرف في مركز المساك، مركزه الرئيسي اللي شارك به خلال الفترة الماضية قبل ينتقل للأهلي، لكن مع الأهلي السنة اللي فاتت بالكامل كان بيلعب في مركز المدافع. النهاردة علي معلول غاب عن المران الجماعي صباحا، وقال الكابتن محمد يوسف أن التونسي علي معلول غاب عن المران بسبب ظروف خاصة. اللاعب بإذن الله ينتظم غدا في التدريبات استعدادا لرحلة بتسوانا لمواجهة تاونشيب يوم 28 يوليو الجاري. تدريبات خلال الفترة الحالية تدريبات بصفة يومية، تدريبات صباحية، بكرة الحد إن شاء الله يكون في تدريب صباحي والاثنين في تدريب، لأن خلاص بالليل مساء الاثنين إن شاء الله الفريق هيتوجه لمطار القاهرة استعدادا للسفر والسفر بالطائرة بإذن الله في فجر الثلاثاء إلى بتسوانا في رحلة طيران تستمر حوالي 9 ساعات طبعا بيتخللها ترانزيت في أديس أبابا. مؤمن زكريا ايضا من اللاعيبه المهمه واللي خلاص عاد بقى من فتره اعاره وتم قيده في القائمه الافريقيه وشارك بشكل اساسي في مباراه تاونشيب الاخيره، وبالامس كنت اتكلمت مع مؤمن زكريا على مساله اهدار الفرص، قال انا ما عنديش مشكله خالص موضوع اهدار الفرص، ان شاء الله نكون موجودين حتى في المباريات الحاسمه، وقال الاهم في المباريات الحاسمه الواحد يكون موجود ويقدر يؤدي بشكل جيد وان شاء الله الاهداف هتيجي مع الوقت.
النهارده طبعا مؤمن زكريا غاب عن التمرين زي علي معلول، لكن مؤمن تعرض لاصابه عنده نزله برد شديده جدا في المعده، وكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره قال ان مؤمن زكريا حصل على اذن بالغياب عن المران نتيجه اصابته بنزله برد شديده في المعده، لكن ان شاء الله غدا صباحا الجهاز الطبي هيطمئن على حاله مؤمن زكريا ومدى امكانيه ان هو ينزل للتدريبات الجماعيه قبل السفر ب 48 ساعه. بالامس طبعا كان في تطعيمات لكل اعضاء الجهاز الفني والاداري واللاعبين الذين لم يعني يحالفهم الحظ في السفر في المباريات الافريقيه خلال الفتره الاخيره. كلنا عارفين الاهلي كان عنده اخر رحله افريقيه كانت في الجابون في مباراه مونانا الجابوني، لكن جهاز فني جديد بقياده باتريس كارتيرون ومعاه كابتن محمد يوسف وسامي قمصان ومصطفى كمال حسين عبد الدايم مايكل ليندمان، هناك عدد من اللاعبين طبعا المقيدين جدد في القائمه الافريقيه مؤمن زكريا وسليف كوليبالي. فبالطبع الجهاز فضل الجهاز الطبي ان كل هذه العناصر تحصل على التطعيمات اللازمه قبل السفر الى بتسوانا ان شاء الله مساء يوم الاثنين. وفي خلال يعني في خلال هذا الامر يمكن بالامس طبعا كنا موجودين في ملعب التتش بالجزيره وكان في كمان تطعيم وقائي لعدد من اللاعبين الغير مقيدين في القائمه الافريقيه. كلنا عارفين ان القيد الافريقي اخره باذن الله هيكون 5 اغسطس القادم، فبالتالي لسه عندك مكانين، فمن هنا لغايه يوم 4 اغسطس في اي وقت لو احتجت تأيد لاعب اخر من اللاعبين المقيدين في القائمه المحليه فبالطبع كل اللعيبه تحصل على التطعيمات. يعني في نفس اللحظه اذا الجهاز الفني شاف مساله مثلا قيد اكرم توفيق قبل مباراه تاونشيب بعد مباراه تاونشيب والمواجهه الترجي لو عايز ايد اكرم توفيق يبقى كل اللعيبه واخده التطعيمات اللازمه قبل السفر الى بتسوانا. كلنا عارفين المباراه الاولى انتهت بفوز الاهلي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء، سجل اهداف وليد ازارو وعلي معلول واسلام محارب. خبر اخر متعلق برامي ربيعه، يمكن رامي ربيعه كلنا عارفين الفتره الاخيره كان بيأدي خلاص اخر مرحله تأهيل في المانيا وكان في كشف طبي اخير عليه وحقنه ببعض الحقن الخاصه تطعيم البلازما. محمود قال التقارير الطبيه اللي عدى بيها رامي ربيعه النهارده الجمعه هيطلع عليها غدا ان شاء الله عشان يحدد البرنامج التدريبي للفريق خلال الفتره القادمه. رامي ربيعه كان بيخضع لكشف طبي تحت اشراف البروفيسور الالماني فولفورت وهو الطبيب المنتخب الالماني لكره القدم. طيب لمزيد من التفاصيل في تدريب النهارده وكل كواليس فريق النادي الاهلي بينضم لي دلوقتي على التليفون زميلي كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. كريم اولا برحب بيك وطمني بقى اللي شفته النهارده في التدريبات وحاله الفريق والحاله المعنويه وتعليقات الجهاز الفني بعد التعادل بالامس امام الجونه في اطار الاستعداد للجوله الرابعه امام تاونشيب. اهلا بيك، تحياتي ليك زميلي محمد واهلا بكل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. اكيد كانت تجربه مفيده اكيد طبعا بالنسبه للنتيجه ما بينظرش ليها الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون، بيحاول ان هو يشوف بشكل كبير المستوى البدني للعيبه، مدى استيعاب الجمل التكتيكيه اللي بتطبق في التدريبات، لكن اكيد كانت تجربه جيده واستعداد ان شاء الله يكون قوي باذن الله لمباراه القادمه مباراه الاهلي وتاون شيب اللي اكيد بنتمنى كل توفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه اكيد هامه جدا كما هي المباراه الماضيه اللي ادى فيها النادي الاهلي اداء وحقق المطلوب وحقق 3 نقاط كانوا هامين جدا في مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. كالعاده النهارده التدريب بدا في الساعه 9 صباحا، ممكن زي ما انت ذكرت تدريب خفيف بكل اللاعبين اللي شاركوا في مباراه الامس مباراه الجون، تدريب استشفائي خفيف كان في بعض الجري حوالين الملعب وبعض فقرات الاطالات مع كابتن حسين عبد الدايم او كابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. باقي المجموعه يمكن ادى التدريب شبه يمكن كامل النهارده، يمكن ما كانش فيه رفع معدلات اللياقه البدنيه، كان في بعض تدريبات الكره النهارده يمكن شفنا مستر باتريس خصص فقره تدريبيه بالكره يمكن 1 ضد 1 و2 ضد 2 كان فيها بعض السرعات ازاي تقدر تفوت بشكل سريع وتصوب على المرمى، لكن ما خدتش وقت كبير بالنسبه لي الفقره التدريبيه يمكن كانت 10 دقائق فقط لا غير. بعدها يمكن زي ما بنقول النهارده كان تدريب خفيف شويه للعيبه النادي الاهلي بشكل كامل وخفيف خالص بالنسبه للعيبه اللي شاركت في مباراه الجونه. زي ما انت ذكرت يمكن هو الوحيد يمكن مروان محسن واحمد فتحي وصلاح محسن هم اللي ما شاركوش في التدريبات الجماعيه او اي تدريبات خاصه بالنسبه للجيم، شاركوا بشكل بسيط جريوا حوالين الملعب بعد انتهاء التدريب. الامور يمكن مطمئنه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، ما فيش اي اصابات، اللعيبه ما بتشتكيش من حاجه، لكن هي بتبقى تقديريه بالنسبه للجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف مع مستر باتريس، هل اللاعب ده يريح النهارده او ياخد جرعه تدريبيه؟ فاعتقد ان هم فضلوا راحه الثلاثي واتخاذ جرعه بسيطه جدا من التدريبات. غدا بمشيئه الله تدريب صباحا في الساعه 9 صباحا يوم الاحد يكون راحه لفريق النادي الاهلي،
يوم الاثنين ايضا هيكون تدريب صباحي على ان يغادر ان شاء الله فريق النادي الاهلي فجر يوم الثلاثاء 24 ان شاء الله متوجه الى بتسوانا لخوض المباراه الهامه والمرتقبه الاهلي وتاونشيب البتسوانا. طيب كريم، وانا برضو بكلمك على تدريبات فريق النادي الاهلي وبعد المباراه الوديه بالامس، يعني هل اتكلمت مع كابتن محمد يوسف تعليق الجهاز الفني على التعادل السلبي امام الجونه، تحضير اللاعبين للمباريات الافريقيه القادمه، امكانيه قيد لاعب او اثنين قبل مباراه العوده، ولا الجهاز الفني يعني احتماليه قيد اللاعبين يعني المكانين المتبقيين في القائمه الافريقيه هيكون بعد مباراه تاونشيب؟ هذه الامور يعني هل عندك معلومات بخصوصها في ظل ان الفريق خلاص عنده مباراه مهمه وجمهور النادي الاهلي عايز يعرف الجديد بعد هذا التدريب؟ بالنسبه طبعا سواء للكلام في العموم بالنسبه للجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده مستر باتريس الكابتن محمد يوسف، الكل طبعا بيقول ان هي كانت تجربه مفيده، تجربه بعد مباراه تاونشيب يمكن زي ما احنا شايفين النادي الاهلي بيطلع من مباراه رسميه بيخش في مباراه وديه، لكن ده واضح جدا ان مستر مايكل اندمان والجهاز الفني وضع خطه تدريبيه بدنيه مميزه جدا هتفيد النادي الاهلي وهتبان بشكل كبير جدا في الموسم سواء في بطوله افريقيا او في بطوله الدوري العام. بنشوف التدريب البدني بالنسبه للنادي الاهلي في رفع المعدلات، في خفض المعدلات، في جرعات، في بعض التدريبات اللي بنشوفها بشكل مميز جدا. فيمكن كمان زي ما بنقول مباراه الجونه كان ليها نظره معينه من الجهاز الفني بغض النظر عن النتيجه زي ما قلنا، لكن الوقوف على حالات اللاعبين، بعض اللعيبه ازاي تقدر تدي في مكان غير مكانها، لكن زي ما شفنا طبعا الحاجات اللي هي بتزعل شويه جمهور النادي الاهلي اصابات في بعض اللاعبين او يبقى في بعض كدمات للاعبين، لكن الحمد لله اكرم توفيق زي ما شفنا يمكن اكرم من الناس اللعيبه الرجاله شويه اللي هو بيخش بكل قوه عنده اصرار كبير، فيمكن اصراره الكبير والقوه الكبيره دي ادت لاصابته امس، لكن شارك النهارده بشكل مميز. في الاطار العام محمد الامور كلها بتصب في تهيئه اللاعبين، الوقوف على الحاله البدنيه والوقوف على الحاله الفنيه للمباراه الوديه، لكن بشكل عام الامور مطمئنه جدا واكيد بنطمن كل جمهور النادي الاهلي يا محمد. طيب النهارده في التقسيمه الجماعيه يا كريم، هل شفت في المران مثلا شكل للتشكيله اللي ممكن تلعب الماتش القادم؟ طبعا النهارده كان في غيابات مؤمن زكريا وعلي معلول، لكن بانت ملامح اي نقطه متعلقه بتشكيله الماتش القادم، جمل تكتيكيه، شايف في تحضير خلاص في ارضيه الملعب للمباراه القادمه؟ يمكن اعتقد بنسبه كبيره او اللي احنا بنشوفه واللي احنا بنلمسه في ارض الملعب في ابقاء على التشكيل اللي خاض المباراه الاولى، وبنتمنى حتى المباراه ما يبقاش اي لعيب من التشكيله اللي كانت متواجده في المباراه الاولى يحصل له اي اجهاد، اي اصابه، اي كدمه، لكن من الواضح ان بيحاول ان هو يستقر. تحدي، لكن زي ما بقول لك محمد ممكن علي معلول ومؤمن زكريا غيابهم النهارده، مروان وصلاح واحمد فتحي النهارده برضه ما كانوش موجودين، لكن بشكل عام نقدر نقول ان التغيير سيكون في اضيق الحدود ان لم يكن هو التشكيل اللي خاض به مستر باتريس المباراه الاولى، لكن زي ما بنقول كل اللعيبه سواء لعيبه بتشارك بشكل مستمر، لعيبه ما بتشاركش بشكل مستمر، الكل ان شاء الله على ابد الاستعداد ويكملوا ان شاء الله مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. شكرا لك يا كريم، طبعا زميلي كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي اتكلم معانا عن تفاصيل التدريب واستعداد فريق النادي الاهلي لمباراه تاونشيب في الجوله الرابعه. عايز اطمنكم على حاله الفريق بشكل عام بعد الكلام اللي قاله كريم، الجهاز الفني مطمئن للحاله البدنيه اللي وصلت لها اللعيبه في المرحله الحاليه، انت لسه بتبدا الموسم وبتستأنف المشوار الافريقي بمباراتين هامتين جدا، الحمد لله يعني فزت بالمباراه الاولى في الجوله الثالثه وعندك مباراه اخرى بعد 10 ايام، فبالتالي الجهاز الفني راضي عن حاله اللعيبه في المرحله الحاليه، لسه طبعا خلال الفتره القادمه هيكون في زياده معدلات اللياقه البدنيه بحيث انك تبدا الدوري العام وتستكمل مباريات افريقيا وانت واصل للتوب فورم في اول شهر مع بدايه المشوار وبعد نهايه فتره الاعداد. دي نقطه كانت متعلقه بالجزء البدني، وكان قدامنا طبعا في التدريب حسين عبد الدايم مساعد مدرب الاحمال مع كل اللعيبه اللي كانت موجوده النهارده في التدريب الصباحي، الجهاز الفني والجهاز يعني مايكل ليندمان وحسين عبد الدايم بيتعاملوا في هذا الملف تحديدا يعني بالثانيه، ان كل لاعب معدل اللياقه البدنيه بتاعته من خلال قياسات بتحصل يعني مع كل اللاعبين في التدريب بيتم قياساتها بشكل جيد عشان تشوف معدل اللياقه البدنيه، معدل السرعات، جاهزيه اللعيبه عشان يتفادى اي اصابات في بدايه فتره الاعداد، حتى مرحله الاستشفاء ممكن بتاخد مع اللعيبه يوم واثنين حسب حاله كل لاعب.
خلال الفتره القادمه الجهاز الفني شايف ان يوم الاحد محتاج الفريق ياخد راحه، لان يوم الاثنين هيكون فيه تدريب بدني وتقسيمه فنيه شاقه جدا. الفريق ان شاء الله مساء يوم الاثنين هيكون الساعه 10 مساء موجود في المطار بيستعد للسفر الى بتسوانا طبعا، وعنده مباراه مع تاون شيب في الجوله الرابعه ان شاء الله. الطائره على الخطوط الاثيوبيه الاهلي هيقلع في الساعه الثانيه من صباح الثلاثاء في رحله تستمر حوالي زي ما قلت لكم 10 ساعات، هيتخللها ترانزيت في اديس ابابا لمده حوالي ساعه ونصف، ثم يصل الى العاصمه البتسوانيه جبروني في الساعه الواحده من ظهر يوم الثلاثاء ليبدا الاستعداد للمباراه ان شاء الله المقرر اقامتها يوم السبت القادم ان شاء الله زي بكره السبت. بكره هيكون السبت اللي بعديه باذن الله المباراه الساعه 6 على الملعب الوطني الملعب الدولي في العاصمه البتسوانيه جبروني. حتى هذه اللحظات القائمه الافريقيه الحمد لله مكتمله، يعني الاهلي ايد 28 لاعب الحمد لله، يعني خلال هذه الرحله باذن الله هيكون حوالي من 26 الى 27 لاعب في هذه المباراه. طبعا عارفين كلنا كان عبد الله سعيد في القائمه الافريقيه فخرج من القائمه، هنشوف خلال الايام القادمه موقف احد اللاعبين ممكن يكون مش موجود في هذه المباراه، فبالتالي القائمه الافريقيه بالكامل هتكون حوالي 26 27 لاعب في هذه المباراه. جهاز الفن هيعلن القائمه بعد تدريب يوم الاثنين. مباراه الاهلي والجونه الوديه بالامس الجهاز الفني قدر الامكان حاول يدفع بالتشكيله اللي مقيده في القائمه الافريقيه، لكن ما شاركتش في مباراه الجوله الثالثه، يمكن دفع بس فقط باثنين لعيبه خارج القائمه الافريقيه، طبعا ابرزهم اكرم توفيق ومحمد شريف، فبالتالي عشان يشوف جاهزيه اللعيبه في المرحله القادمه. صبر رحيل لعب في الجبهه اليسرى، محمد هاني في الجبهه اليمنى، محمد نجيب احد الخبرات في خط الدفاع وكان بجواره ايمن اشرف، شريف اكرامي خد المباراه بالكامل لعب 90 دقيقه، والكابتن مصطفى كمال اتكلمت معاه على مشاركه شريف اكرامي في 90 دقيقه، قال ان هو محتاج يدي لي العنصر الثاني في مركز حراسة المرمى جاهزية كاملة زيه زي محمد الشناوي، وبعد مباراة ودية أخرى يدي فرصة لعلي لطفي عشان يشارك في مباراة ودية أكتر ويكون الجاهزية لثلاثة حراس المرمى. نفس الأمر في خط الهجوم، التبادل ما بين صلاح محسن ومروان محسن، وليد أزارو لعب مباراة كبيرة أمام تاون شيب، كان متواجد امبارح وشاف المباراة، والنقطة الإيجابية اللي أنا لاحظتها امبارح معظم اللعيبة أو كل اللعيبة اللي ما كانتش موجودة في المباراة الودية الجهاز الفني وهو موجود حرص إن اللعيبة كلها تكون موجودة وتتفرج على المباراة. وليد أزارو ومؤمن زكريا ووليد سليمان وحسام عاشور الكل كان امبارح حاضر بيتابع، وأحمد فتحي كمان كان بيتابع المباراة الودية واللي انتهت بالتعادل السلبي. لكن بشكل عام الفريق بيستعد بشكل جيد، الجهاز الفني عارف ان المرحله الحاليه مرحله هامه جدا، مرحله الثقه، مرحله ان هو بيبدا موسم محتاج يكسب المباريات ومحتاج يكسب مباراه تلو الاخرى عشان يعني يكمل المسيره الافريقيه بشكل جيد ويستعد للانطلاقه المحليه ومباريات الدوري اللي هتكون خلاص يعني الايام بتجري، 31 يوليو الجاري بدايه استئناف مشوار الدوري، 2 اغسطس اولى مباريات النادي الاهلي امام فريق نادي الاسماعيلي. طيب نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نعود الحديث وعندنا بقى بعض الأخبار المحلية وبعدها الأخبار العالمية. أهلا بكم بعد الفاصل واستكمال الحديث عن أخبار المحلية والأخبار العالمية. وخلال الفترة القادمة خلاص الكل بيستعد لانطلاقة الدوري العام وبداية المشوار المحلي ببطولة الدوري التي تتكون من 18 فريق على مدار 34 أسبوع، مباريات مثيرة ومباريات حاسمة. اتحاد كرة القدم بيستعد لهذه البطولة من كل النواحي التنظيمية والتنسيقية وأيضا أمور عديدة في لجنة الحكام ولائحة شؤون اللاعبين، كل هذه الأطر اتحاد الكرة بيستعد لها خلال الفترة القادمة لانطلاقة هذه المسابقة. لكن على الجانب الآخر برضو اتحاد الكرة عنده ملف آخر لا يقل أهمية على انطلاقة بطولة الدوري العام، وهو ملف اختيار المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني. كلنا نعلم ان خلاص الاتحاد المصري لكرة القدم بيدرس العديد من السيرة الذاتية لاختيار مدير فني قادم للمنتخب الوطني بعد توجيه الشكر للأرجنتيني هيكتور كوبر بعد مشاركة منتخبنا الوطني والخروج من الدور الأول في كأس العالم بروسيا عام 2018. مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بيدرس تأجيل الاجتماع المقرر له بعد غد الأحد. يأتي تفكير المجلس في تأجيل الاجتماع إلى نهاية الأسبوع المقبل لحين الاستقرار على بعض الأسماء التي سيتم اختيار المدير الفني للمنتخب الأول من بينها. المجلس بيرغب في حسم هذا الملف قبل نهاية شهر يوليو الجاري. بعض طبعا الأعضاء في اتحاد الكرة كانوا بيطلبوا استمرار الأرجنتيني هيكتور كوبر، لكن مجلس الإدارة وبرئاسة المهندس هاني أبو ريدة رفض هذه الفكرة بعد الأداء الباهت للفراعنة في مونديال روسيا. كلنا عارفين أن عندنا طبعا تصفيات أفريقية مؤهلة لكأس الأمم في الكاميرون،
التصفيات انت عندك 5 مباريات هتبدا باذن الله بدايه من شهر سبتمبر، عندك مباريات حاسمه بعد الخساره من تونس قبل عام من الان في استاد رادس بهدف مقابل لا شيء، فانت مطالب بالفوز على الاقل ب4 مباريات من ال5 مباريات المتبقيه، على الاقل اذا ما صعدتش في المركز الاول تكون من اصحاب المتاهلين بعد الحصول على البطاقه الثانيه. كلنا عارفين ان هيكون 24 منتخب متواجد في افريقيا في الكاميرون في شهر 6 من العام القادم، فيجب على اتحاد الكرة حسم هذا الملف سريعا عشان يقدر يجي مدير فني يتفرج بقى على انطلاقة الدوري ويتفرج على اللعيبة اللي بتلعب في الدوري المصري مع اللاعبين المحترفين اللي بيلعبوا في الدوريات الأوروبية، وكل الدوريات الأوروبية هتبدأ إن شاء الله تباعا في شهر أغسطس القادم. الكل بيستعد، عنده معسكر إعداد سواء نجمنا محمد صلاح في ليفربول الإيطالي، تريزيجيه في قاسم باشا التركي، حتى الآن محمد النني في أرسنال، فانت محتاج خلال الفتره القادمه المدير الفني اللي هيجي يتفرج على كل هؤلاء اللاعبين عشان يشوف بقى القوام الاساسي القوام الرئيسي. كمان في لعيبه كبيره يعني بعد كاس العالم في روسيا نسبه مشاركتها او تواجدها مع المنتخب الفتره القادمه نتيجه الاعمار السنيه هتبقى صعبه، فبالتالي المدير الفني القادم محتاج ان هو يتفرج وياخد مساحه من الوقت عشان يستعد بالمنتخب للتصفيات الافريقيه، وهيكون الوقت ضيق جدا ما بين المباراه والاخرى، بتتكلم في شهر يعني 30 يوم ما بين كل مباراه في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم في الكاميرون بياوندي في الفترة من 3 إلى 30 يونيو بإذن الله من عام 2019 القادم. خبر آخر متعلق باتحاد كرة القدم، وكلنا بالأمس طبعا شفنا الغرامة اللي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على الجبلية بعد مشاركة المنتخب الودية في مباراة منتخب مصر والكويت. الفكرة أن الاتحاد الدولي فيفا كان أعطى فترة راحة سلبية لكل اللاعبين والمنتخبات ما تلعبش مباراة ودية في الفترة من 21 إلى 28 مايو الماضي. هذه الفترة والراحة السلبية هي إجبارية من الاتحاد الدولي فيفا عشان المنتخبات تعطي لاعبيها راحة سلبية قبل ما يبدأ معسكر الإعداد لكأس العالم، واللاعيبة يبقى عندها فرصة إن هي تاخد أسبوع راحة سلبية واستشفاء ترجع من نهاية موسم وبداية مرحلة فترة إعداد لكأس العالم، مرحلة مهمة جدا والاتحاد الدولي فيها بيبقى حاسبها بالوقت كويس جدا. فبالتالي هذا القرار من الاتحاد الدولي بتغريم الاتحاد المصري نتيجة مخالفة هذا القرار وإنك لعبت مباراة ودية مع المنتخب الكويتي خلال الفترة القادمة. الخبر مفاده إن اتحاد الكرة بيؤكد تحمل الشركة الراعية لغرامة مباراة الكويت، الغرامة حسب ما سمعنا حوالي 50,000 فرنك. خالد لطيف، عضو اتحاد مهندس هاني ابو ريده رئيس اتحاد كرة القدم على ذلك، اضاف ان مباراة مصر والكويت كان يجب ان تقام في ذلك التوقيت لكي يستطيع المنتخب خوض بقية الوديات الاستعدادية للمونديال. كلنا عارفين هذه المباراة ليست في الأجندة الدولية لكن كان بالاتفاق بين الاتحادين المصري والكويتي. أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة أكد أيضا في هذا الخبر أن الاتحاد كان على علم بالغرامة التي ستوقع على المنتخب نتيجة خوض المباراة، لكن الراعي اتفق مع مسؤولي اتحاد الكرة على تحمل أي غرامات ستوقع من الفيفا.